للعام 41 يحيي المسلمون في أرجاء المعمورة يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، لكن هذا العام يختلف عما سبقه من الأعوام، فجائحة كورونا حالت دون خروج مسيرات حاشدة مناهضة للاحتلال الصهيوني كما جرت عليه العادة، وحلت محلها حملات افتراضية وفعاليات رمزية انطلقت عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي. خيار الشعب البحريني هو المقاومة المشتركة من كل أبناء الأمة ضد العدوان الإسرائيلي وعار التطبيع وصفقة القرن ومؤتمر المنامة، وضد العمل على انقسام الأمة وموقفه وخياره هو التبرؤ من موقف التآمر والتخاذل والإسلام للإرادة الأمريكية والصهيونية التي تستهدف اجتثاث أمتنا. فعاليات يوم القدس العالمي هذا العام تكتسب أهمية مضاعفة في ظل سياسات التطبيع التي تسير على خطاها بعض الأنظمة العربية. هذه العلاقات التي تنسجها بعض الأنظمة العربية مع العدو الصهيوني مدانة ومرفوضة فلسطينيا، لأنها تعتبر اختراق من قبل العدو الصهيوني لمجتمعاتنا العربية والإسلامية، وهي جزء من صفقة القرن تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. فالتطبيع في هذه المرحلة الحساسة هو خيانة للقضية الفلسطينية وللأمتين العربية والإسلامية. ندين التطبيع بكافة أشكاله السياسية والاقتصادية والعسكرية والفنية وهذه المسلسلات الهابطة، ونعتبر التطبيع خنجر مسموم في ظهر صمود وثبات وتضحيات الشعب الفلسطيني. ندعو جماهير الأمة العربية الإسلامية إلى فضح المطبعين والتبرؤ منهم. مسيرة التطبيع التي يقودها الحكام والعملاء في المنطقة لن يوقفها إلا حركات التحرر والمقاومة. ونحن كشعب يمني نعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، ومهما تكالب علينا العدوان لا يمكن أن نتخلى عن هذه القضية، وسنكون جزء لا يتجزأ من محور الممانعة والمقاومة لنصرة القضية الفلسطينية. ونقول رسالة للدول التي تسارع في التطبيع وتعمل على تهيئة الأرضية للقبول بإسرائيل كالنظام السعودي والإماراتي والبحريني، مهما عملتم فالقضية الفلسطينية ليست بأيدي الحكام، وإنما هي بأيدي الشعوب ومحور الممانعة والمقاومة الذين على أيديهم ستتحرر فلسطين. يوم القدس العالمي يبقي قضية فلسطين حية وعصية على الاندثار، وفي ذات الوقت يفضح الحكام العرب الذين يسعون لتصفيتها. You can see Palestine will be free. We'll be sitting in